أهلا بكم من جديد. أثار الهجوم على ملهم في أورلاندو الأمريكية وقتل الشرطيين الفرنسيين قرب باريس وأيضا قبله الاعتداء على مركز للمخابرات في الأردن أثار تساؤلات عن طبيعة هذه الهجمات، ومن ذهب هناك من ذهب إلى القول بأنها تحمل بصمة الذئاب المنفردة من خلال الهجوم المباغت بالسلاح. في دراسة نشرتها جامعة جورج تاون الأمريكية أشارت فيها إلى تنامي ظاهرة الذئاب المنفردة، وخلصت الدراسة إلى بعض الملامح التي منها أن الإنترنت أصبح هو الصانع الأول للتطرف، كذلك تغير نوعية العمليات مع ظاهرة الذئاب المنفردة، حيث أن الأسلوب المفضل فيها هو إطلاق النار عبر استخدام الأسلحة النارية عوضا عن الخطف أو التفجير. عبر الهاتف مباشرة من عمان ينضم لنا السيد حسن أبو هنية الباحث المختص في الجماعات المتشددة. أستاذ حسن مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن الهجمات الإرهابية الأخيرة تحمل بصمة الذئاب المنفردة كما تم وصفها، هذا النوع يقال بأنه هو خطر الإرهاب القادم، إلى أي مدى يمثل هذا النوع فعلا خطرا قادما؟ بالتأكيد يبدو أن هذا هو كنا قد كتبنا عنه منذ 2000 ظهر لأول مرة في داخل إطار الجهادي العالمي متمثل بتنظيم القاعدة. ظهر هناك من خلال مفهوم الجهاد الفردي كتب خليل وأبو مصعب السوري، ثم توالت كتابات القاعدة حول الجهاد الفردي الذئاب المنفردة. وفي ذلك الوقت كانت نفسها نضال مالك حسن كان أشهر ذئب منفرد، بمعنى يفعل عبر شبكات التواصل ثم ينشئ روابط أيديولوجية لكن بدون وجود روابط تنظيمية محددة. هناك فعلا موجة مع فيصل شهزاد، ومؤخرا بدأت بشكل كبير تتنامى مع التبني أيضا تنظيم ذات لهذا النهج الذي كانت قد اخترعته القاعدة بشكل أساسي. وشهدنا فعلا العمليات الأخيرة كانت في عمر متين في أورلاندو أو كذلك لروسي عبد الله في باريس وفي الأردن، وبالتأكيد من قبلها كان إكواشي. إذن هناك فعلا نمط من العمل لا يرتكز عمل المركزي الذي يقوم به هذه التنظيمات ولا الشبكات المرتبطة، وإنما أشخاص أو خلايا فردية تقوم بها. طيب أستاذ حسن، يعني التنظيمات الإرهابية يمكن تفكيكها، يمكن محاربتها إلى القضاء عليها كتنظيمات، لكن ماذا بالنسبة للفكر الإرهابي المنتشر على شكل خلايا نائمة على شكل أفراد مثل هذه الهجمات أو هذه العملية الأخيرة؟ ما خطر هذا الفكر وما الذي يغذيه؟ بالتأكيد يعني المشكل وإن كان ربما هذه الظاهرة حتى الآن اعتقاد الشخص يعني ليست ب الخطر عندما فعلا يصبح هناك بعض الشباب لا يوجد هناك اي ارتباطات تنظيميه. نعم. وانما من خلال فقط تواصل ايديولوجي كما حدث مع عمر متين. اذا هذه لانه حاله ربما عبد الله العروسي مختلفه، لان هناك تاريخ جهادي للعروسي على خلاف او عمر متين. هذه هي ربما التحدي الاكبر للمخابرات. نعم. طيب الموارد كبيره للفضل. نعم. سيد حسن، التنظيمات الإرهابية الآن مثلا داعش إلى أي مدى تعتمد على الذئاب المنفردة أو على الأفراد، على الفرد الذي لديه فكر متطرف قدرة على تنفيذ هجمات حتى لو دون أن تربطه أي علاقة واضحة بتنظيم ما؟ نعلم أن التنظيم يعمل بأربع مستويات. المستوى الأول في مركز التنظيم في العراق وسوريا من خلال نعم تكتيكات حرب عصابات، وهناك المستوى الثاني ما يسمى الولايات الخارجيه، وهناك مستوى الخلايا المجاميع والخلايا مستوى الذئاب المنفرد. شاهدنا طيب في اخر رسالتين على الاقل العدناني كان يحث على تنفيذ هجمات عبر الذئاب المنفرد. استاذ حسن اشكرك واكتفي بهذا القدر لان الصوت لا يصلني بشكل واضح، اشكرك على هذه المداخله معنا. حسن ابو هنيه الباحث المختص في الجماعات المتشدده كنت معنا عبر الهاتف مباشره من عمان.